السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحب بأهلي وناسي، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. وبنحمد ربنا أن ربنا غنمنا جميعا أن ندرك شهر رمضان، فأسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا جميعا من نار جهنم وأن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا حبايبي في الله بنتكلم عن روائع القصص. روائع القصص، القصة يعني روعة القصة في أن أنت تأخذ منها العظة والعبرة وتتعلم منها وتستفيد وتكون سبب هداية بعض الناس. أسأل الله عز وجل أن تكون سبب هداية بعض شباب المسلمين أو كل شباب المسلمين، وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. ما زلنا نتكلم عن مدخل في قصة أصحاب الأخدود، وسبب اختياري لهذه القصة زي ما قلنا في المرة اللي فاتت أو اللي قبلها، قلنا يا جماعة القصة دي فيها دروس عظيمة جدا وعظة وعبرة بسم الله ما شاء الله. تتكلم عن يعني صبي صغير كيف بذل نفسه وضحى بحياته من أجل أن تعيش الأمة على نعمة التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة بفضل الله سبحانه وتعالى. تتعلم منها البذل والعطاء والتضحية والمحبة والإيثار، تتعلم منها كل ما تتخيله في هذه القصة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا. تعالوا نشوف القصة من أولها، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك، وكان لهذا الملك كان له ساحر. خد بالك، وزي ما قلت لك دائما يعني إيه، كل ملك يحتاج إلى ساحر. السحر ده بينظم له يعني بعض الأشياء اللي هو بيحتاج إليها. مثلا على سبيل المثال، يستطيع الساحر ده أن هو يخدع الشعب، ان هو يغرر بهم، يخدعهم، ان هو يزين لهم هذا الملك ان هو ده الملك اللي هو ده اللي يستطيع ان هو يحكم البلد. بل احيانا يوصل الملك ان هو يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما حدث في هذه القصه، ان رجل وصل لمرحله ان هو ادعى الربوبيه، ان انا ربكم. ويعني والساحر كان يدعم هذه المسائل ببعض الاشياء التي كان يغرر بها هذا الشعب المسكين. فوق ده كله السحر طبعا كان الملك بيستعين به في بعض الامور والشعوذه والحاجات السحريه، يعني اقدم على المشروع ده ولا لا، يقول له مثلا ده بلاش وده السفريه دي لا سافر دي وما تسافرش دي، طب اعمل كذا لا بلاش تطلع في اليوم الفلاني لان يكون ممكن يحصل كذا، زي قرايه الكف والفنجان والحاجات المشهوره عند الدجالين والمشعوذين، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. لكن رغم كل ده، خدوا بالكم، رغم اهميه السحر بالنسبه للملك، الا انه لا قيمه له عند الملك. بمعنى ان الملك ده نفسه، نفس الملك لو لقى ساحر افضل من الساحر ده، يروح ممكن يضحي بالساحر ده او حتى يقتله ويجيب الساحر الجديد. يعني لا قيمه له ولا قدر. ولذلك كان حتى يتكلمون زمان يعني ايه في مساله المثل الشائع: لقي جزاء سن المار. ايه سن المار؟ يعني بيوريك عاقبه الانسان لما يكون بيركن الى انسان ظالم بالمنظر ده، زي حاكم ظالم زي ده كده، واخد بالك؟ فلما تركن اليه وتضحي بدينك عشان ترضيه، ففي النهايه هو اول من ينقلب عليك. فبيقولوا لقي جزاء سن المار. سن المار ده كان يحكي ان في ملك من الملوك زمان، والملك ده كان عنده مهندس بارع جدا في الانشاءات، مهندس معماري من الدرجه الاولى. وكان ليه بقى طراز كده من القصور بيعملها، وانتوا لما تشوفوا بقى القصور بتاعت زمان، القصور الرومانيه والمش عارف ايه، تلاقي يعني انشاءات كده عجيبه جدا وضخمه جدا وصعبه جدا. فكان السينمار ده كان مهندس انشائي او مهندس معماري بلغه العصر، يعني بارع جدا جدا. في يوم من الايام الملك ده قال له: انا عايز قصر ليس له مثيل. بالفعل عمل له قصر وقعد فيه فتره كبيره جدا، وسلموا القصر، والملك انبسط جدا بالقصر، قال له يعني ما شاء الله جميل جدا. في يوم من الايام بعد ما الملك ده قعد في القصر، جه سنمار في قعده كده شاعريه مع الملك ده، فقال له: على فكره عايز اقول لسمو الملك على سر بديع جدا جدا لا يعلمه احد في الكون. قال له: ما هو؟ قال له: في القصر دوت انا صممته تصميم معين، وفيه لبنه طوبه، الطوبه ديت لو شلتها من مكان معين يقع القصر كله. فقال له الملك بقى، قال له: وهل هناك احد يعرف هذا السر غيرك؟ قال: لا، إلا أنا وأنت يعني يا جلال الملك، ولا اسمه الملك، واخد بالك؟ فقال له: طب خلاص. وراح مقرر على طول في ساعتها إن إيه سنمار ده يتقتل. فقالوا يعني هو شيد له هذا القصر الجميل، وفي النهاية كان جزاؤه إن هو يقتل. فكان دايما المثل الذي يقال لمن يعاون أو لمن يجلس مع هؤلاء الظلمة، واخد بالك؟ إذا كان حاكم ظالم أو إنسان ما هوش يعني عايش بما يرضي الله، وواحد يقترب منه عشان يرضيه على حساب الدين، ففي النهاية هو أول من يغدر به.
عياذا بالله، عشان كده بيقولوا ايه، لقي جزاء سن النار. الملك ده زي ما قلنا كان عنده ساحر. طب قبل ما نتطرق لبقيه القصه، نعرف ايه حكم السحر يا جماعه؟ السحر يعني حلال ولا حرام؟ في سحر حلال وفي سحر حرام. تقول لي يا شيخ اتقي الله، ما يصحش يعني، بقى معقوله في سحر حلال؟ اه والله في سحر حلال وفي سحر حرام. السحر الحلال هبدا بيه، اللي هو ايه؟ الكلمه الطيبه والبسمه الحانيه والمعامله الطيبه. الزوجه اللي محتاره وبتقول زوجي تعبان مني، زوجي ما بيعاملنيش معامله كويسه، زوجي مش عارفه اعمل ايه عشان ارضيه. اقول لك امر بسيط جدا، تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. ده كلام النبي عليه السلام. يبقى انت لما تتبسمي في وجه الزوج ده من باب اولى بقى، لان النبي عليه السلام قال كما عند ابن حبان بسند صحيح: اذا صامت المراه شهرها وصلت خمسها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامه ادخلي من اي ابواب الجنه الثمانيه شئت. يبقى طاعه الزوج واجبه. مين اللي امرك بكده؟ الله. ومين اللي امرك بكده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوجه بقى اللي عماله بتقول انا مش عارفه ارضيه ازاي، اولا ارضي ربنا. لو ان الزوجه ارضت ربنا سبحانه وتعالى عملت كل ما يرضي الله، ودي حاجات يعني معلش بنتطرق فيها، بقول لك الدرس ده او القصه ديت هناخد منها ممكن كل جوانب الحياه في قصه بس اصحاب الاخدود. عايزين نتطرق ومش مشكله، انا بالنسبه لي انا مش مستعجل. مستعجلين؟ انا نفسي مش مستعجل. انا قصه انا عامل 30 قصه للشهر، لكن لو قصه واحده بس قعدت معايا 30 يوم انا ما فيش مشكله بالنسبه لي طالما ان احنا بنستفيد. فالزوجة اللي بتشكو من زوجها وتعبانة منه ونفسها ترضيه، بقولها ارضي ربنا أولا. لو إن الزوجة فعلت ما يرضي الله ربنا هيحبها، ولو أحبها كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فربنا ينادى على جبريل إنه يحبك، وبعدين جبريل ينادى على ملائكة السماوات السبع إن هم يحبوك. يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك ملائكة السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض. وأول من يوضع له لك القبول في قلبي هو الزوج، هو الزوج. فدي نعمة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما زوجة من الزوجات مرة في يوم من الأيام رايحة بتقول لأحد المشايخ، بتقول له أنا عايز أعرف بقى أعمل إيه مع زوجي، يعني لو حضرتك تعمل لي كده سحر ولا بتاع. وده أغلب من يذهب إلى الصحراء والمشعوذين بكل أسف النساء، كل أسف. يعني عشان كده احنا عايزين توعية شاملة وكاملة وعامة لكل نساء المسلمين، لأن احنا خايفين عليهم، كافين عليهم من النار، وربنا يحفظهم ويجمعنا بيهم في الجنه ان شاء الله. فالزوجه مثلا تروح لعم الشيخ تقول له عم الشيخ، طبعا هو مش شيخ ولا حاجه، يعني عايزك تعمل لي بقى كده مش عارف حجاب، تعمل لي سحر عشان زوجي ده يحبني، تمام. فواحده منهم راحت بقى لشيخ حقيقي بجد ولا يقبل مثل هذه الامور الشركيه يعني. فقالت له عم الشيخ زوجي بيكرهني ومتضايق مني وانا نفسي تعمل لي حجاب كده عشان يحبني. قال لها ست ربنا يبارك فيك، ده انا اقول لك على وصفه حلوه قوي عشان الحجاب يتعمل. قالت له ايه؟ قال لها تجيبي لي بس ايه يعني رموغز يعني شعراية من عين القرد. قالت له طب دي سهلة قوي. وقامت عزكم الله راحت جنينة الحيوانات وراحت واخدة معاها شوية موز على شوية سودان على مش عارف ايه الكلام ده كله، وقربت من جبلية القرود وقعدت تلاعب القرود وهنا وهنا ومش عارف ايه والكلام ده كله، لحد ما قرب القرد راحت ايه؟ ناتشة شعراية من عينيه وجارية. وراحت للشيخ قالت له عم الشيخ الحمد لله قعدت 3-4 ساعات الاعب القرد واكله لحد ما اخيرا قدرت اخطف ايه الشعرايه دي من عيني. قال لها سبحان الله، بقى انت قعدت 3 ساعات ولا 4 ساعات تتعمل الحيله دي كلها عشان تاخدي شعرايه من عين القرد، ومش قادره تعملي حيله عشان ترضي جوزك؟ ده اقل كلمه ترضيه، ده بسمتك الحلوه ترضيه، ده طبخه جميله كده تقدمها له ترضيه، ده انت مجرد ما تستقبليه استقبال طيب ترضيه، وهكذا. فالسحر مشكلته مشكله. فده السحر الحلال بقى. السحر الحلال الكلمه الطيبه، البسمه الحانيه، الاسلوب العذب، المعاملة الطيبة، كل هذا من السحر الحلال، ويطلق عليه كلمة السحر مجازا، وإلا فهو مش سحر أصلا. واخد بالك؟ طب إيه السحر الحرام؟ لا السحر الحرام ده بقى أنتوا أدرى مني بيه. يعني إيه السحر الحرام بقى؟ عياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم، الناس اللي بتروح تعمل سحر في أماكن معينة أنتوا عارفينها عشان يأذي فلان ويدمر فلان ويعمل كذا في فلان ويعمل مكيدة في فلان، فدي كلها من الأشياء المحرمة. طب حكم السحر إيه؟ حكم السحر هل هو كفر ولا مش كفر؟ خد بالك بقى. طبعا ذهب اختلف العلماء في حكم كفر الساحر. طبعا ذهب الامام مالك وابو حنيفه واحمد الى كفر الساحر، ان الساحر كافر. الامام الشافعي فصل في المساله، وانا بقولها ببساطه كده عشان امهاتنا يفهموني. الامام الشافعي يعني فصل في المساله ايه، ويعني وفصل في هذه المساله، فقال ان كان السحر اللي هو بيعمله الانسان ده يشتمل على شيء كفري فهو كفر،
وإن كان ما بيستملش على شيء كفر فليس بكفر إلا في حالة واحدة، إلا إذا استحل فعل هذا السحر فهو يكفر بذلك. طيب، في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أو ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. يبقى 3 اتقتلوا متلبسين بفعل السحر. ظاهر الكلام دوت ان الساحر يقتل من غير استتابة. يعني استتابة يا امي؟ يعني ان احنا نقتله من غير ما نطلب منه ان هو يتوب. ده ظاهر الكلام ده. لكن الامام احمد رحمه الله رحمه الله قال لا، يستتاب، يعني نطلب من الساحر ان هو يتوب، فان تاب فبها ونعمة عين، وان ما تابش يقتل. طيب، والشافعية برضو قال نفس الكلام، قال لأن ذنب الساحر لا يزيد عن ذنب الشرك، والشرك يغفر، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب، وبعدين ولذلك صح إيمان سحرة فرعون لما تابوا، مش سحرة فرعون مش كانوا سحرة، ورغم ذلك لما تابوا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، إيه اللي حصل؟ تاب الله عز وجل عليهم وكانوا من الشهداء الأبرار رحمهم الله رحمة واسعة. وصح عن حفصة رضي الله عنها وارضاها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. طيب، النصيحة اللي عايزين نقدمها من خلال الفقرة دي، وأنا بقف مع كل لفظة من حديث، وسامحوني عايزين إيه ناخد الفوائد من الحديث، مش مجرد بس أقول لك إيه ده كان في ملك وعنده ساحر والساحر كبر فقال له عايز غلام، جاب له الغلام والغلام راح معدى على الراهب، الراهب مش عارف إيه. أنا مش عايز القصة بمنظر ده، أنا عايز نقف مع لفظ لفظ ومع كلمة كلمة ونستفيد ونشوف الأحكام الشرعية في هذه المسائل، واحنا مش مستعجلين، احنا مع بعض طول الشهر وربنا يجمعنا واياكم على الخير طول العمر ان شاء الله. النصيحه لمن يذهب الى الصحراء والكهنه والعرافين، عفوا يا جماعه، الموضوع خطير جدا جدا فوق ما تتصور. على سبيل المثال نذكر حديثين فقط بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الاولاني يقول صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا او ساحرا او عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. سألهم لسه لا صدقوا ولا اقتنع بكلامه ولا قال أي حاجة، كل ما في الأمر بيقول إيه زي ما بعض الناس بيعملوا وزي ما بعض النساء ربنا يا رب يحفظهم يقولوا بس إحنا بس مجرد والله ده حب استطلاع بس، يعني إحنا لم صدقينه ولا بنقول إنه بيعرف الغيب ولا الكلام، لا 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 طبعا استغفر الله، ما لا يعلم الغيب إلا الله، لكن احنا بس ايه مجرد بنروح بس حب استطاع. ده فلانة قالت لي، جارتي قالت لي، ده في واحد بقى ما شاء الله يعني من اهل الخطوة وسره باتع ومش عارف ايه، وراحت له فلانة فقالت له عم الشيخ ده انا ما بخلفش، عمل لها حتة حجاب الله اكبر 3-4 ايام كانت مخلفة عارف الاعدادية. المهم يعني فايه يعني يعني والكلام بقى كتير قوي في الموضوع ده، وممكن خدوا بالكم ممكن تحصل فعلا ويبقى فتنة. بمعنى ايه؟ واحدة ما بتخلفش وتروح لواحد من الصحراء، يكون ربنا سبحانه وتعالى مقدر في الشهر ده ان هي تحمل، فلما تروح وراجل يعمل لها حجاب فتحط الحجاب تغتسل تحطه في ميه وتغتسل بيها او تحطه تحت المخده وتعتقد ان الحجاب ده هينفعها او يكون سبب الخلفه، ويقدر ربنا انها تحمل فعلا في الشهر ده. فاول ما تحمل تقول بس سر باتع وتمضي اي لفلانه وفلانه اي لفلانه، وطبعا لما توصل توصل اي معلومه قولها لوحده وربنا يبارك فيها، يعني ايه الله اكبر، يعني احلى من مليون فضائيات يعني. فايه دي بتوصل دي ويبقى المعلومه اصلا غلط، لكن لا ربنا يبارك فيكم يا رب احفظكم، واحنا خايفين على نسائنا وعلى اخواتنا وبناتنا بنقول يا جماعه الكلام ده ما يجسي. طيب، يبقى من اتى ساحرا او كاهنا او عرافا فساله، مجرد بس سؤال لا صدقوا ولا اقتنع بكلام ولا اي حاجه، او مجرد بس هي سالت او راحت بس تقول له الا الموضوع الفلاني بيتعمل ازاي او بيتفك ازاي او بيحصل ايه والكلام ده كله، وهي لا صدقت ولا بتاعه، هي مقتنع ان هو يا راجل مشعوذ ومخرف. يعني لو راحت بس مجرد حب استطلاع 40 يوم، خد بالك 40 يوم صلاه 5 صلوات بالسنن بتاعتها بالنوافل بكله 40 يوم لا تقبل لها صلاة. يا خبر أبيض، معقولة صلاتك ما تبقاش غالية عندك لدرجة ان انت تضحي بصلاتك علشان بس زيارة كده الساحر ولا الكاهن ولا العراف؟ لا يا أخت، ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني نحن ننأى يعني ان انت تروحي هذه الأماكن، ننأى بك ان انت تروح هذه الأماكن. طيب، الحاجة الثانية بقى، الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه. يبقى الأولاني إيه؟
مجرد بس حب استطلاع لا يقبل له صلاة 40 يوم. طب واللي صدقه بقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ده الموضوع خطير على كده، الموضوع خطير جدا جدا، فاحذروا أخواتنا ونسائنا، ربنا يبارك فيكم، لأن المرأة بطبيعتها عاطفية ونفسها أنها تحس أنها محبوبة من زوجها جدا، وأن أولادها بيحبوها، وأن الناس اللي حواليها بيحبوها. أحيانا أحيانا يسرب يعني الشيطان يوسوس لها بحاجة معينة، ده جوزك بقى يكرهك، ده جوزك بيحب عليك، ده جوزك هيتجوز عليك، ده جوزك مش عارف حصل له إيه، ده ابنك مش طايقك، فتضطر عياذا بالله برضه بوسوسة من الشيطان، طب ما تروح لفلان يعمل لك عمل والموضوع خلص، يعمل لك سحر المحبة، سحر المحبة ويخليه يحبك ومش عارف ايه. طب بلاش ده كله، طب اصل جارتك ده بنتها تتجوز قبل بنتك، طب ما تعملي سحر تفريق يفرقها عن جوزها اللي يتجوزها ده، ولا تعمل، طب وليه وليه نأذي الناس؟ ودي مظالم كلها اختنا، ربنا يبارك فيك، مظالم مظالم ما هياش سهل. احنا قلنا في اول رمضان في الدرس بتاع رمضان جانا، قلنا يا جماعة الجدع بجد بجد مش اللي يجمع حسناته بس، لا، اللي يحافظ على الحسنات. ما هو اللي بيظلم ده بيعمل ايه؟ بيصوم لغيره ويصلي لغيره ويزكي لغيره ويحج لغيره ويعمل كل الخيرات دي كلها، والحسنات رايحة لمين؟ للناس اللي اذاهم. فمزاء تدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج، أعمل زي الفل، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. طب خلصت الحسنات، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بالله عليكم أمهاتنا أخواتنا وبناتنا، بالله عليكم اوعى واحدة فيكم تسمع كلام ساحر أو كاهن أو عراف، أو أحيانا بتيجي بعض النساء اللي هم البدو بيمروا على بعض البيوت وتقول مش عارف أعمل إيه في الودع، أوشوش الودع ومش عارف أعمل إيه وأقرأ الفنجان وأعمل كذا وأشوف لك الكف. في بعض الناس توصف الكف كده ويقول لك شوف الكف ده عمرك طويل، يعني هتطول عمرها، هتعمل إيه في عمرها؟ عمرها مثلا 50 سنة، هي دي لما تقرأ لها الكف بقى عمرها 60 سنة؟ ما هو كده خلاص يعني المسألة. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فمش مشكلة بقى عمر قد إيه. النبي عليه الصلاة قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، مش بقى راح للعرافين والكهنة والصحراء، ما ده سوء عمل، ده مش حسن عمل. فأهم حاجة يكون فيه حسن عمل مع طول العمر. أما بقى شر الناس، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فأوعى تصدق حد يقول لك هاتي بقى شربت القهوة، طب بالله عليك بس كوبايه على وشها كده لحظة وورهاني بقى، هات اقرا لك الفنجان وقراية الفنجان وانت والنجوم، انت والنجوم. يعني تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك ان واحد خارج من بيته رايح يقضي مصلحه، جه فجاه الجرنان لقاه تحت الباب بتاع الجرايد، حطاه تحت على الباب، فتح الجرنان بيقرا انت والنجوم برج الدلو، فتح برج الدلو بيقرا لا تخرج اليوم مصيبه في انتظارك. يا خبر ابيض، مصيبه في انتظاري يا ام فلان، قفلي البيبان واقفلي البوابه الحديد واعملي كذا وقفلي الشبابيك وافصلي التليفونات واعملي، ولو في مثلا صفقه تجاريه اعملها في الشركه يتصل وقفوا الصفقه. كل ده ليه؟ لأنه عنده إيمان بأن الكلام ده ينفع ويضر، وليس عنده إيمان بالقضاء والقدر، وليس عنده يقين في الله سبحانه وتعالى، وده ضعف إيمان شديد جدا. يعني هل تعتقد حضرتك في الأبراج والنجوم والكلام ده كله؟ ده أنت إن اعتقدت فأنت على خطر، اوعى اوعى، لأن هذا الكلام عياذا بالله يضاهي مقادير الله سبحانه وتعالى. يعني كأن الناس دي تعلم الغيب، وكأنه بيقول لك أنا عارف، أنا جاي من فوق، يعني أنا عارف النهاردة هيحصل لك مصيبة. طب ولو ما حصلتش؟ يعني اهي يعني مره تيجي كده ومره تيجي كده ومره تصيب ومره تخيب. وقد تكون فتنه لبعض الناس، تقرا في البرج بتاعك تبص لها ايه، يقول لك مال في الطريق اليك، وسبحان الله وتلاقي واحد بيخبط عليك، يا فلان انت كان ليك عندي 5000 وانا كنت يعني مطنش قادر 5000، تقول سبحان الله. شفت البرج ما بيكذبش ابدا، البرج ده بالذات خصوصا برج مثلا مش عارف ايه، وهكذا. ويصبح الإنسان عياذا بالله عرضة بقى إيه لهذه المسائل. فإحنا بننأى بكل المسلمين عن قراءة الأبراج، عن الذهاب للصحراء والكهنة والعرافين، وعن قراية الكف والفنجان والودع والكلام ده كله، وارمي بياضك يا شابة ومش عارف إيه والكلام ده كله. طبعا هي ترمي بياضها 5 جنيه في 10 جنيه في 20 جنيه، والتانية تلم وتقعد إيه
تقرا لها، وفي الغالب بتقرا لها حاجات هي بتحبها وريداها يعني مبسوطه منها يعني. فربنا يبارك فيكم يا رب، نحن ننأى بكل المسلمين ان هم يفعلوا مثل هذه الاشياء. يبقى تكلمنا في نقطه سريعه عن حكم السحر. يبقى كان في من كان قبلكم ملك، نرجع للقصه، وكان عنده ساحر. خد بالك بقى، فلما كبر الساحر قال للملك اني قد كبرت فابعث الي غلاما اعلمه السحر. يا سبحان الله. طب بالله عليك اخويا وحبيبي واختي الفاضله وابائنا وامهاتنا، الراجل لما يكون كبر في السن يعني هو ساحر يعني بيعمل اعمال كفريه عياذا بالله؟ لان انتوا عارفين يا جماعه ان السحر في الغالب عشان الساحر يعمله بيلجا لاشياء شركيه كتير جدا عياذا بالله. ده بعضهم ربنا عارفين عارفيك بيلبس المصحف في رجليه ويدخل به الخلاء وبيفعل اشياء ويقول كلمات يسترد بها الجان ويذبح له الذبائح ويحطها له في اماكن معينه، يعني عياذا بالله بيقع في امور شركيه واضحه تخرجه من اوسع ابواب الاسلام. ورغم ذلك الراجل كبر، يعني كبر يعني المفروض بقى تتوب وتقول الحمد لله ان انا تبت قبل ما اموت والحق نفسي بقى واعوض اللي فات واتبرأ من كل اللي انا عملته. ابدا، ده الراجل مصر يا جماعه مش انه كمان يفضل على المعصيه وعلى الكبيره ديت ولا على الشرك اللي هو فيه، لا ده عايز كمان ان الكفر دوت والسحر ده يستمر حتى بعد موته ويبقى في ميزان حسناته ويبقى في ميزان سيئاته. يا سبحان الله يا جماعة، السعيد السعيد من مات وقد طويت صحيفة حسناته وسيئاته، والأسعد منه من إذا مات طويت صحيفة سيئاته وما زالت صحيفة حسناته مفتوحة. واضح كلام؟ يعني الإنسان السعيد هو اللي يوم ما يموت تموت مع سيئاته، يعني سيئات وقتية بيعملها هو بنفسه لكن لم يدل أحدا على أي سيئة فعلها. الدال على الخير كفاعله، ده منطوق الحديث ومفهومه، والدال على الشر كفاعله، صح ولا لا؟ يعني إن بعض الظن إثم، ده الآية القرآنية ماشي، إن بعض الظن إيه إثم، مفهوم ده منطوق الآية، منطوق الآية. طب مفهوم الآية إن في ظن تاني ما هوش إثم، صح ولا لا؟ يبقى مش كل الظن إثم. فزي قول المولى عز وجل في مسألة العدل بين الزوجات، فلا تميلوا كل الميل فأباح الله بعض الميل، دي تفهم من إيه؟ من تقرأ ما بين السطور. طيب فالراجل بيقول ابعث إلي غلاما أعلمه، سبحان الله. طب أنت خلاص كبرت في السن، المفروض أن أنت تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. حتى احنا بنشوفها في حياتنا العادية، تلاقي بعض الناس حتى اللي كان مشغول بالدنيا والشغل والوظيفة والأكل والشرب وجواز العيال والكلام ده كله، أول ما يطلع المعاش بس خلاص نقضي بقى بقية اليومين اللي فضينا فين؟ في بيت ربنا. وتلاقيه ما شاء الله رايح المسجد بيسبح ويستغفر، وراجع من المسجد يسبح ويستغفر، وليل ونهار تلاقيه عمال بيذكر ربنا وماسك المصحف والصلاة الخمس في المسجد ومظبط حياته، يعني كبر خلاص. هيعمل إيه بعد كده؟ شهوات وشبع شهوات، دنيا وشبع دنيا، خلاص 60 سنة شبع دنيا، عايز يختم كده خلاص، عايز بقى يلحق نفسه قبل ايه؟ قبل ما يختم له بخاتمه سيئه، فعايز يختم له بخاتمه اهل السعاده. فالانسان السعيد اللي يوم ما يموت صحيفه السيئات بتاعته تتقفل ولو حتى اغلقت مع صحيفه الحسنات، لكن اللي اسعد منه هو اللي لما يموت تتقفل صحيفه سيئاته، ده ان لم تمحى بقى، ده الافضل انها تمحى طبعا، تمام، لكن صحيفه الحسنات بتاعته تفضل مفتوحه. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث كثيرة جدا في مسألة الأعمال التي تنفع الإنسان بعد الموت، أشياء كثيرة جدا جدا. فهذا الرجل العجيب فيه أنه هو خلاص كبر، وكون أنه كبر يعني ممكن ما يكونش مثلا 60 ولا 70، ممكن يكون 80 90 سنة. الناس زمان كانت بتعمر، ده الراجل ده كان من بني إسرائيل، ويعني في الفترة ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وما بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالراجل بيقول له إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، مع إن كان المفترض إن هو يقول له إيه؟ إني قد كبرت وعايز بقى أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فعافيني من هذا العمل وسيبني لوجه الله، أروح بقى أعبد ربنا وأكفر عن سيئاتي ديت، وشوف أنت بقى اللي عايز تجيبه جيبه، لكن أنا يعني خلاص أنا برأى لحد كده وكفاية اللي عملته. ده كان منتظر، لكن في النهاية الراجل كان بيريد أن الشر يعني يستمر من بعدي، وهو السبب في كل الشر ده، فيكتب ذلك في ميزان سيئاتي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: أعذر الله إلى امرئ أجل عمره
أجل عمره، خد بالك بقى، أو أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. يعني إيه أعذر الله إلى امرين؟ يعني لم يبق فيه موضوعا للاعتذار، يعني كان عنده 20 سنة فلسه بيعصى ربنا، طب نسيبه لحد 30 سنة، 30 سنة ولسه ما زال على نفس المعاصي، طب لحد 40 سنة، طب 40 سنة ده سن الإنابة، فلسه برضه ما فكرش يتوب، طب 50 سنة يا خبر أبيض، ده لسه برضه ده بيزود كمان في المعاصي، لا 60 سنة لا ده أنت بقى مش عايز تتوب. واحد يقول الله ده الشيخ محمود بقى هيقعدنا بقى من حياتنا بقى ويقول للناس الكبار في السن بقى ما حدش فيكم يتوب بعد 60، لا ده مش قصدي والله العظيم، لكن أنا أقصد إن الإنسان يلحق نفسه، يلحق نفسه، ما يسيبش نفسه لحد ما يوصل لستين سنة وهو مازال على الغفلة والمعصية، لأنه ما يعرفش هو يموت إمتى يا جماعة. فالإنسان يلحق نفسه ويتدارك العمر. ويعني أكبر شيء يعني يعطي بريق الأمل في قلوب أبائنا الكبار، ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم ويرزقهم جميعا حسن الخاتمة، قولوا آمين، إن بعض الصحابة يا جماعة ما أسلمش إلا بعد 60 سنة، زي عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح شوفوا أسلم كان عنده كم سنة يا جماعة؟ أسلم وكان عنده حوالي 62 سنة، عمرو بن الجموح، وكان أعرج شديد العرج. وانت عارفين طبعا قصة عمرو بن الجموح، وممكن نقولها في كده في عجالة سريعة. عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج، وبعدين كان عنده صنم اسمه مناة، هو مناة أصلا صنم كبير جدا عند الكعبة، بس هو أعرج وكان ساكن بعيد عن الكعبة، فمش قادر كل شوية بقى يروح للكعبة عشان يعبد صنم مناة وشاف إيه، فراح عامل إيه صنم يعني مكت ميني مناة، حتة مناة كده زنطوطة كده وحطها في البيت وإيه وعمال بيعبده. فالمهم فابنه أسلم، ابنه له معاذ بن عمرو بن الجموح، فلما أسلم معاذ بن عمرو بن الجموح قال طيب خلاص يعني نحاول بقى نخلي والدي يسلم يعني، فابتكر طريقة جميلة جدا جدا، وأنا أحب جدا الشاب اللي يقعد يبتكر طرق، ما يقلفش في شرع ربنا ولا يغير في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يبتكر طريقة جميلة لتوصيل الدعوة الحلوة دي. فالمهم إيه، ففكر في طريقة كده، فجه في يوم الأيام راح خاطب في الصنم، أبوه كان نايم هو وبعض الشباب من الحي، راح خاطبين الصنم وحطوه أعزكم الله منكسا رأسه عند بئر بيلقي فيها الناس النجاسات بتاعته. فعمرو بن الجموح صبح الصبحية بيدور على مناة، لأنه طبعا لازم يصطبح على مناة وينام قبل على مناة، ويعني إيه لازم طبعا يقوم الصبح يسجد ويركع له، ولو مسافر لازم يستشير وحاجات كده يعني. فالمهم فصبح الصبح ما لقاش مناة، بيبص فين الإله بتاعه، الإله بتاعه تاه. فالمهم إيه جري يدور عليه، لقاه عند بئر النجاسات ديت إيه ملقا على رأسي، فخده وقال والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. وراح رايح منظفه ومغسله ومظبطه وكلين خمس خمسات وأصنص ومش عارف ايه والكلام ده كله، وقعد يعبده. تاني يوم برضه الشباب راح خاطفينه وحاطينه في نفس المكان، خلاص عرف بقى السكه بقى ايه بقى عارف طريقه يعني، راح جابه برضه من هناك، والله لو اعلم من فعل بك ذلك لاخزيان. راح منظفه ومظبطه وحاطط له عطر وكده. وبعدين في الليله الثالثه بقى ربنا الهمه بحاجه حلوه قوي، راح حاطط سيف في رقبه ايه الصنم ده، قال لو كنت الها حقا فادفع عن نفسك. اله تايواني ده اللي ايه يعني، فايه يا عم ما تدافع عن نفسك. فالمهم جم هم راح واخدين برضو الصنم وفي رقبته السيف، راح واخدين منه السيف وحطينه في بئر النجاسات ومعلقين بدل السيف كلب ميت. جه سبحان عمرو ما لقاش برضو الصنم، راح على هناك فبص لقى منكسا رأسه في المكان النجاسات ده ومحطوط عليه كلب ميت. فقال رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. فأسلم عمرو بن الجموح وأراد أن يجاهد، انت عارفين الأعرج ليس عليه جهاد بنص قول المولى عز وجل، فأولاده حاولوا يمنعوه، وابنه أصلا هو الذي شارك في قتل أبي جهل اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح، والحديث في البخاري عن عبد الرحمن بن عوف، فحب هو يجاهد في يوم أحد فمنعوه، فرح للنبي عليه الصلاة والسلام اشتكاهم، قال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عمرو فليس عليك جهاد، وأما أنتم بيقولوا أولاد، وأما أنتم فلا عليكم أن تتركوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فسبوه فدخل فجاهد في يوم أحد فقتل شهيدا. فقبل ما يموت بقى في رواية تانية قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أعرج شديد العرج، ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل. فلما قاتل فقتل مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. ده مثال جميل لأبائنا وأمهاتنا اللي كبروا في السن ولسه هيتوب النهاردة إلى لادي إن شاء الله،
بنقول لهم يا جماعه اوعى حد ييأس من رحمه الله، اوعى تيأس من روح الله ولا من رحمه الله، ان شاء الله الابواب مفتحه. واحنا في رمضان بقى كل سنه وانتم طيبين، ابواب الجنه الثمانيه اتفتحت وابواب النار السبعه اتقفلت والشياطين سلسلت، ونادى مناد من قبل الله جل وعلا: يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليله. اسال الله عز وجل ان يعتق رقاب ابائنا وامهاتنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وكل المسلمين في هذه الليله المباركه، اللهم امين. نكمل موضوعنا ان شاء الله في قصه اصحاب الاخدود بكرة إن شاء الله، انتظرونا في نفس الميعاد. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.